التقديم كان الدكتور هاني البنا ثم الدكتور طارق، ثم بدينا بتعريف عن المدخل لمفهوم المدخل لهذا المفهوم عن طريق كتاب دونات ايكونومكس وأجندة 2030، ثم الأهداف 17 وتسقيطها على المفهوم الإسلامي، ثم أساسيات ال نعم هذه هي العناوين. شكرا. السلام عليكم. فأتتم لما تفضلت به الأخت الكريمة، أنه عندما من الأمور المهمة التي يعني لمحنا إليها بالأمس، خصوصا في التطرق إلى أجندة 2030 المتحدة والتنمية المستدامة والتقاطعات بين الجانب الاجتماعي الذي يمثل الكيان الإنساني وبين الحفاظ على الجانب البيئي، التقاطعات بينهما وكيف تتم الموازنة في المنطقة الآمنة بين القطاعين، وأيضا بالأمور التي أشار إلى الدكتور حقا التي ستكون والتي صراحة يمكن هذه فرصة نتكلم عنها، كيف يمكننا أن نشتغل على يعني تسليط الضوء أكثر على هذه الأجندة، على هذه البنود 17، مدى إسقاطها وتنزيلها على واقعنا، ما الذي يمكن أن نقترحه من أجل يعني ملائمتها بشكل أفضل. ما شاء الله يعني هم ربطوا كل الجوانب. انا بس حابب اضيف لي الرسائل الاساسيه الخمسه من اجنده 2030 في موقع التنميه، وكان في الاساس الحفاظ على كوانب الانسان والقضاء على الجوع ومحاوله القضاء على الفقر، احلال السلام، حمايه كوكب الارض من مما يعتريه من مشاكل، والرفاهيه للجميع. يعني دي الرساله اللي موجوده اللي هي مهمه جدا ان هم عايزين يوصلوا. نعم، والاخيره هي بناء شراكات دوليه مع المؤسسات، يعني دول النقاط الاساسيه او النقطه الاساسيه لعمليه التنميه. هذه خلصنا بدري. الله يجزيكم خير، يعطيكم العافيه.